السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل تحليل للمبنى على برنامج الريفت ونرفعه على برامج متخصصة في التحليل. دلوقتي هناخد مثلا مثال، مثلا سايت 63 والجرين بيلدينج، الاتنين تبع اوتوديسك، والملفات اللي هنعمل لها تصدير والاعدادات ديت تقدر تعمل لها تحليل على اي برنامج من البرامج التحليل. يعني هنتعامل مثلا مع جي بي اكس ميل، وده كل برامج بتقبل تعمل معاك. طيب ادي اهو البرنامج. عشان تعمل موضوع التحليل للمشروع بتدخل على اناليسيس، هتلاقي الاعداد بتاعت الانرجي. في حاجات لازم هنعملها قبل الخطوه ديت، بس هنيجي نشوف ايه اللي احنا المفروض نعمله. اول حاجه بنعملها انرجي سيتنج، تمام؟ لازم تحدد الاعداد بتاعتك. طيب هو بيسالك سؤال دلوقتي، انت عايز التحليل يعتمد عليه على عناصر بتاعت المبنى من حوائط وشبابيك وبواب وحاجات زي كده، ولا عايز تعتمد على الماس؟ الماس دي لما تكون راسم الماس، راسم ماس منين؟ من الماس ديت، وتبدا تقول له امبريس ماس وترسم الماس. عملنا قبل كده مشروع من خلال الماس، ما فيهوش اي مشكله خالص. بيعتمد ان انت بترسم الماس بتاعتك وهو بيبدا يعمل التحليل معاك. ده لما يكونش عندك مبنى. لما يكون عندك مبنى طبعا هيكون الموضوع ادق، تمام؟ فانا هاجي هنا هغير الاعدادات. الموضوع دي مهم جدا، ممكن تقول له الاثنين مع بعض. الموضوع ده مهم جدا لان ممكن انت تقول له اعتمد على الماس، ويكون انت في ماس رسمها قديمه فهو يبدا يعتمد عليه، او مش موجوده فيجيب لك الرسائل غلط. بيقول لك الدور الجراوند انهي دور فيهم؟ هل هو البيزمنت ولا الجراوند؟ اقول له الجراوند. البروجكت فيس، هل انت عايز تشوف المرحله بتاعت الحاجات الموجوده فعلا ولا النيو كونستراكشن؟ النيو كونستراكشن. الاناليتكس بيس ريزوليوشن هتبقى قد ايه؟ طيب الاذر اوبشن، هنا دي الاعدادات موجوده هي جاهزه، يعني ما تقدرش تعدل فيها لانها حسب هو من اعدادات المبنى. لو انت قلت له ماس هتقول له انا عندي الماس مثلا بنسبه 10% 20%، هتقدر تتحكم فيها لما تكون انت مختارها ماس. هنا بيقول لي البيزنج ده عباره عن ايه، تمام؟ فتبدا تشوف كده هل هو عباره عن ريتيل، هل هو عباره عن ورك شوب، هل هو فاميلي، زي ما انت عايز. تبدا تشوف الاعدادات، كل واحده من دول هتاثر على القيم بتاعت التكييف بتاعت الكونسبشوال. طيب في اعدادات كتير هتختلف حسب الاعدادات اللي تختارها. طيب انت ده ديفولت البيلدنج اوبريشن سكادول، هل هو بيشتغل 6 ايام في الاسبوع ولا يومين في الاسبوع ولا 3 ايام في الاسبوع؟ طيب الاتش فاك سيستم بتاعك تقدر تختاره. الايديت، طيب الاوت دور اير، الاوت دور اير بير بيرسون للشخص هتبقى قد ايه؟ الاوت دور اير بالاريا، عايز تحسبها بأنهي واحده فيهم؟ ممكن تحسبهم بالثلاثه وممكن تختار واحده فيهم بس هو اللي هيحسبها. طيب الاكسبورت كاتيجوري، هل انت عايز تعتمد على الروم ولا السبيس؟ السبيس بيكون ادق، تمام؟ بس لو انت ما عندكش سبيس ومش عامل سبيس هتعمل روم، فممكن تعتمد على دي او تعتمد على دي. انا اخترت سبيس على اساس نشوف هنضيف السبيس ازاي. ان شاء الله يكون درس سريع وفي نفس الوقت فيه معلومات اضافيه ان شاء الله. هنا بنتكلم بقى الماس اكستيرير وول، هتختار انهي واحده؟ هتبدا تختار اللي انت عايزه. طيب احنا هنعتمد على الاعدادات الموجوده. السكيماتيك، طيب تبدا تيجي هنا فتلاقي بقى اعدادات، تبدا تختار اللي انت عايزه. تقدر تعمل حاجه جديده وتشتغل عليها. الروف هو مثلا عامل ديت، ممكن تقول له انا عايز افرق، الغي الاعدادات بتاعت الروف وخد الاعدادات اللي انا بختارها هنا. طيب اقول له دلوقتي كانسل ديتيلد ايتم، اوكي اوكي. طيب دلوقتي احنا عايزين نضيف السبيس، فانا هاجي هنا. طيب هنا البيزمنت تحت والجراوند فوق، فخلينا ندخل هنا في البروس اورجنايزيشن، تمام؟ وهقول له انا عايز اسمها بالديسيبلين على اساس ان انا اقول اجي هنا واقول له انا عايزك تعملها اسيتد ليفل. اسيتد ليفل يعني هيبدا بجراوند وبعد كده الدور اللي فوقيه 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 هكذا، تمام؟ بالشكل دوت، تمام. طيب البيزمنت اهوت في كذا روم وكذا السبيس، هي زي الروم بس يبقى فيها معلومات اضافيه. فهاجي هنا في الاناليسيز واقول له ضيف السبيس، وكل اللي انا اقول له بليس سبيس اوتوماتيكلي فهو يبدا يضيف السبيس. المبنى ده فيه مشاكل كتير، انا عارف في بعض المشاكل نعرفها، بس احنا كل هدفنا ان احنا نشوف هنظبط المبنى ازاي. طيب الجراوند عايز اضيف برضه السبيس، سبيس، واقول له بليس سبيس اوتوماتيك، هو اوتوماتيك اي مكان ينفع سبيس يعمل سبيس، تمام؟ تمام. بدل ما تضيف واحده واحده اقول له ضيف براحتك. هو بيبدا يشوف الاماكن اللي تنفع روم ويبدا يعملها سبيس، تمام؟ هو بدا يعمل لي حدود ليها.
فاقول له حطها. وينفع اتعلم على تاج امبليسمنت بحيث هو يحط اوتوماتيك، تمام؟ لو في مكان هنا السبيس هيبدا يحطها، تمام؟ ممكن تقول له تاج ويبدا يحط الحاجه، بس ما فيش اصلا تاج للسبيس. المهم احنا كده عملنا الموضوع دوت. ممكن بقى تيجي في الاناليسيز وتيجي تقول له هيتنج اند كولنج لود، هيجيب لك الاعدادات بتاعه حسابات المبنى. طيب اللوكيشن مش مظبوط، يبقى لازم تيجي هنا وتقول له انا عايز اظبط اللوكيشن بتاعي، تمام؟ انت تبدا بقى تشوف الدوله، خلينا نختار مثلا الكويت، تمام؟ هيسالك بقى اني كويت، تمام؟ لان ممكن يكون في اكتر مكان ممكن يكون في اكتر من محطه للحسابات، فتبدا تختار. هو بقى هيبدا يشوف من خلال المعلومات ديت، هيبدا ياخد المعلومات بتاعه درجه الحراره والرطوبه والحاجات دي كلها، دي الحاجات اللي يقدر ياخدها. تقدر تشيل العلامه دي وتكتبها انت مانوال. طيب اوكي، سيف سيتنج. ممكن تقول له اعمل لي الكالكوليت بتاعتها. طيب خلينا نخش نظبط الاعداد من المانج. اقول له هنا انا عايز البروجكت انفورميشن، تقدر تكتب المعلومات بتاعت المشروع، ودي اساسي يعني لازم تعملها. وفي البروجكت انفورميشن هي تقدر تقول له انا عايز الانرجي سيتنج اللي احنا كنا فيها، تشوف التحديد للمكان، اللوكيشن بس المفروض تختصر ليها هنا جوه. طيب خلينا نختار هنا كويت. بيبقى ممكن في اكتر من مكان للابحاث، فهو يبدا ايه يشوف الانسب، تمام؟ وبعد كده خلينا نقول له نسيب شغل بتاعنا. طيب اناليسيس هيتنج اند كولينج كويت سنجل فاميلي، كلهم متصلين ببعض. ممكن تقول له كالكوليت. عندي هنا ريبورت تايب، في نوع بيبقى مور ديتيل، وفي نوع ستاندرد، وفي نوع بيبقى علامات بسيطه خالص، تمام؟ وتقدر تعمل زون، زون دي معناها كذا سبيس جنب بعض. احنا كده عملنا المعلومات الاساسيه وبدانا نجهز الملف اللي احنا هنشتغل عليه. ادي المعلومات. طيب خلينا نيجي هنا في الجراوند ونلغي بقيه الحاجات، او خليها في 3D، نقفل، تمام؟ خلينا نعمل سيف على اساس لما نيجي نصدر الملف يكون مظبوط. طيب اللوكيشن خلاص احنا ظبطناه، مفيش مشكله. ندخل بقى على كرييت انرجي موديل اهوت. تبدا تعمل انرجي موديل اهوت، بحيث لما تيجي تصدر يبقى عندك المعلومات بتاعه الانرجي موديل المظبوطه، تمام؟ وهيترفع على الانسايت في نص دي. بعد كده ممكن نقول له جنريت، ونقول له استخدم الموديل الموجود في الحالي، بيقول لي العمليه اتكتبت لي وتم الكرييت، تمام؟ طيب بعد كده ممكن تدخل في اوبتمايز، ده الموقع اللي هو انسايت 62، بيبدا يشوف الحساب بتاعك، هل انت عندك حساب، ما عندكش حساب، وهكذا. فالموديل هو بيبدا يتكون، تمام؟ وهيبدا يديني المعلومات. طيب هنشوف الموديل دلوقتي، وخلينا بس ايه هنشوف دلوقتي. احنا ممكن نصدر جي بي اكس ام ال لاما الانرجي سيتنج بالاعدادات، او هيعتمد على الروم او السبيس، تمام؟ دي ليها مزايا ودي ليها المزايا. تيجي تقول له فايل، تقول له اكسبورت، وتقول له انا عايز اصدر الجي بي اكس ام ال. الجي بي اكس ام ال تقريبا كل البرامج بتستخدمه. ممكن تقول له انرجي سيتنج، ما دمت عملت الانرجي موديل هيصدر عادي بدون مشكله خالص. تقدر تدخل اديت وتعمل الاعدادات، اوكي؟ هيصدر لك الملف بتاع الجي بي اكس ام ال، تمام؟ من داونلود، او ممكن تصدره من خلال الاعدادات بتاعه الروم والسبيس. طيب خلينا نشوف حاجه كده في السبيس. لو انا دخلت في البيزمنت، تمام؟ ممكن تختار بقى اي سبيس فيهم، تمام؟ سبيس. طيب خليني اقول له في في، وادخل كده اشوف السبيس متعلمه ولا لا. سبيس هو سموه اتش بي اس،
لازم تفعل الميكانيكال عشان يظهر معاك السبيس. السبيس اهي تمام. طيب السبيس ظهر كولر فايل، ممكن نعلم على الانتريور والريفرنس يظهر معانا بشكل دوت. طيب هاجي اعمل سيلكت على السبيس، هتلاقي هنا بيقول لي انها في البيزمنت في الليمت الارتفاع بتاعها، الاعداد بتاعت الكالكوليشن بتاعت الغرفه ديت، السيلينج ريفليكشن قد ايه، ريفليكتنس قد ايه، الوول، الفلور، الالكتريكال لود تقدر تكتبها زي ما انت عايز، كل متر مربع قد ايه. فغير الروم، الروم طول عرضه وارتفاعه وخلاص على كده تمام. في اداه، في طريقه ان انا اخلي ده ياخد نفس الاسامي بتاعت الروم، ما فيهاش مشكله. هل في بينهم ولا لا، هل في تايب، هيبقى تكييف ولا هيتد ولا كولد ولا الاثنين مع بعض، السبيس تايب تمام. ده يعني المبنى كله حاجه، وممكن تعمل الغرفه دي استثناء، مثلا هتبقى مثلا بنك كاستمر اريا، هتبقى بدروم زي ما انت عايز تمام. تقدر تعمل الاعدادات، وكل واحده ليها الاعداد دي جايه من الاشري، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، الاريا بير بيرسون وهكذا، كم شخص هيبقى موجود مثلا في المتر المربع. طيب بعد كده ممكن الكونستراكشن تايب، تقدر تقول السيلنج الاعتاد بتاعته والفلور والسلاب، كل واحده من دول تقدر تعدل فيها لو تحب، تختار واحده من دول وتبدا تقول له انا عايز اغيرها الحاجه اللي انا عايزها، وتتعلم على الاوفر رايت. طيب البيبول والالكتريكال لود، تبدا تحسب الفاليو، مثلا هو احسبها بالسبيس تايب، ولا ممكن تعمل انت حاجه سبيسيفاي تبدا تشوفها. طيب خلينا نشوف الحاجه اللي احنا اخترناها هو شغال فيها تمام. انا كنت عاملها قبل كده بس عايز اوريك زي ما تبقى موجوده. طبعا انت ممكن تعمل التحقيق اكتر من مره، وفي كل مره بيبدا يديك الاعدادات هنا وتبدا تقارن. يعني مثلا في مره استخدمنا زجاج فردي او مزدوج او ثلاثي، يبدا يقارن بينهم. طيب هو جاب لي النتيجه اهيت، وجاب لي يقارن بينهم اليو اس دي في السنة هتبقى قد ايه، تقدر تشوف اي واحد فيهم تمام، وتقدر تتعلم عليهم هما الاثنين وتعمل لهم مقارنه. ممكن تدخل هنا تبدا تشوف التكلفه او الاداء هيبقى عامل ازاي بالشكل دوت، الموديل هيستوري، البنش مارك، كونفرشن، البيلد اورينتيشن، فيبدا يقول لك الافضل لو تلفه قد ايه، او المبنى بتقدر تلفه بسهوله جدا، تقدر تعمل زوم زي ما انت عايز، تقدر تعمل اكسبلود للموديل يعني تبعد العناصر عن بعض بالشكل دوت، تقدر تعمل موديل براوزر تبدا تشوف المعماري والانشائي وكل حاجه، تقدر تعمل عليها زوم للحاجه ديت. تقدر تعمل مقارنه بين اكتر من سيناريو، وهنا بقى يبدا يجيب لك تحليل للوول، تحليل للشيدد، تحليل للجلاسز، كل واحده فيهم هيبدا يجيب لك الاداء الافضل بالشكل دوت. فتقدر تاخد الصور دي وتحطها في الريبورت بتاعك، الاداء بتاعت البانل افشنسي. طيب ممكن تيجي هنا وتبدا تعمل هنا اعلام على الاثنين دول مثلا، وتبدا تقول له انا عايز اعمل اكسبورت تيبل داتا، او تقول له حركهم للمكان الفلاني، تعمل اكسبورت للمعلومات ديت. ملف سي اس في، تقدر تنزل الملف ده وتقدر تتعامل معاه. طيب هو ملف تقدر تفتحه على الاكسل، هتلاقي فيه كل المعلومات الخاصه بك. طيب خلينا نخش على جرين بيزنج الصيف، بيقول لي اعمل لوج ان بالحساب بتاعك. طيب ده المشروع اهوت، هو اوتوماتيك اترفع تمام. طيب ممكن تقول له انا عايز اعمل ايه مشروع جديد، كريت ا نيو بروجكت تمام. هتسمي المشروع ده ايه مثلا، كيو البيلدنج تايب، تبدا تختار زي ما انت مختار هناك تمام. تقدر تشوف انسب حاجه ليها، وليكن مثلا فاميلي سكادول، تبدا تشوف السكادول اللي انت عايزه، البروجكت تايب اكشوال ولا تيست تمام. وبعد كده تقول له كونتينيو، وبعد كده بيقول لك اللوكيشن فين، فاحنا قلنا هيبقى في الكويت. هو شاف التايم بغداد، اقرب مكان ليه تمام، مفيش يعني
كونتينيو، هو بيشوف العمله دينار كويتي، بيقول لك هل تحب تشارك المعلومات ديت ولا لا. تمام، طيب ممكن تبدا بقى تكتب الاسم والايميل بتاعك والاسم الشركه بتاعتك. طيب هتروح بقى ايه للبروجكت ديفولت، فهي هنا هقول له ابلود جي بي اكس ام ال. وتقول له براوز جي بي اكس ام ال، تبدا ترفع الملف. اه بيقول لازم تسطب اسنان، احنا عملنا له المشروع، فهو بيقول لي ايه داونلود في مشكله في الموقع. طيب هقول له ابلود وترفع الملف اللي انت عايزه. هو بيبدا يرفع وبيبدا يعمل لك تحليل للمبنى وتحليل للمعلومات. طيب ممكن تبدا تشوف بقى الانرجي يوز قد ايه، الالكتريكال كوست قد ايه، البول كوست قد ايه. هنا الرانت شارت هتبدا تظهر معاك بالشكل دوت. ده طبعا الملف ده والملف ده فيه ملفين انا رفعتهم، او في ملف كان موجود قبل كده. تمام، فبيبدا يجيب لك الشكل بتاع التوتال انرجي هيبقى قد ايه، الالكتريكال قد ايه، الكويل قد ايه. ممكن تقول له انا مش عايز الكوست، انا عايز الانرجي، فيبدا يجيبها لك. ممكن تقول له انا عايز لا الاي يو اي، فيبدا يحسبها لك ويجيبها لك. تقدر تختار طبعا الملف ده او الملف ده زي ما انت عايز. البروجكت ديفولت فيبدا يجيب لك المعلومات، تقدر تغيرها لو انت حابب، السبيس معلومات عن السبيس، لو انت حابب تغير اي حاجه ممكن تغير المعلومه ديت. البروجكت ديتيل، البروجكت بامبرز، اليوتيليتيز، انفورميشن، الويزر ستيشن اهوت. هيبدا بقى يجيب لك المعلومات كلها، ويبدا بعد كده يجيب لك المانثلي ديزاين في كل شهر هيبقى عامل ازاي، التمبريتشر والدراي هيبقى قد ايه، والويند روز الريحه هتبقى جايه منين، وهكذا. بيبدا يرسمها لك البوينت، هيجيب لك المعلومات بتاعتها، توتال سكاي كفر بالشكل ده. فكل المعلومات هو بيقدر يجيبها لك بالتفصيل زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز الويند روزر ديزاين، ممكن تقول له بقى انا عايز احمل الملف بتاع الويزر داتا، فيبدا يقول لك حمله ك سي اس في و دي او اي. الجميل ان كل الحاجات دي تاخد منك المعلومات وبرضه تصدرها لك امتدادات اخرى عشان تقدر تتعامل معاها مع برامج اخرى. وهو رابط اصلا الانسايت، تقدر تدخل من هنا وتقدر تدخل على البروجكت فولنس، وده لسه بيتا. بس في نوع من انواع الاناليسيس للمعلومات اللي عندك، ده الانسايت. تقدر تدخل بحسابك على 862، هو جاب لك بقى الجرين بيلدينج ستوديو ايه هو وازاي تبدا تتعامل معاه. تقدر تعمل كرييت لويدج او داشبورد، او تبدا تعمل ليرن للمعلومات. دي كانت نظره سريعه على استخدام برامج البيم في التحليل للحراره والرطوبه والحاجات دي.